بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة المرحلة الثانية في كلية الطب جامعة العميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ الدكتور باسم زوين، واصل معكم محاضرات نيوروفيزيولوجي، واليوم محاضرتنا عن البيزل جانجليا والسيريبيلم والبري فرونتال كورتكس. البيزل جانجليا هي مجموعة من النيورونز، مجموعة من النيوكلياي ترتبط فيما بينها بدوائر كهربائية نيورال سيركتري معينة ومجموعة من نيورو ترانسميترز معقدة. هذه الارتباط فيما بيناتها لتؤدي وظائف حركية معروفة، وهذه الوظائف الحركية بالتعاون مع السيريبرال كورتكس وليس باتصال مباشر مع السباينال كورد. هذه الستركتشرز هي الجلوبس باليدس والبيوتامين والكوديت نيوكلياس، هذه النواة المذنبة اللي هي البادي مالتها، والتيل يدور حول الثلمس من الأعلى إلى الأسفل بموازاة اللترال فنتريكل إلى أن ينتهي بالأميجدالويد بادي. أيضا محسوب على البيزل جانجليا من الداينسفالون السبثلمس محسوب عليهم، ومن الميدبرين السبستانشيا نيجرا أيضا محسوبة وهي البيزل جانجليا. وظيفتهم الرئيسية مثل ما قلنا indirect control of movement through sensory and motor cortex، يعني تأخذ من الكورتكس عن طريق الكوديت والبيوتامين وتسوي فيما بينها هذه الكهربائية، الدوائر الكهربائية المعقدة اللي قلنا عنها، وبالنتيجة تعطي الريسبونس مالتها الأوامر عن طريق الثلمس يرجع إلى سيريبرال كورتكس. هذه النيوكليا، هذه الستركتشرز إلى بعض المسميات حبينا تطلعون عليها، رغم أنه بالنسبة لي ما أعتبر الأفد شيء من الأهمية، أنه البيوتامين والجلوبس باليدس يسموهم لنتيفورم نيوكلياس، النواة العدسية يعني عدسة، والكوديت نيوكلياس مع البيوتامين يسموهم نيوستريتم. إذن كل اثنين لهم اسم، هم ثلاثتهم الكوديت والبيوتامين والجلوبس باليدس يسمون كوربس ستريتم. هذول النيوكلياي بالمناسبة هم very high oxygen consumption، يستهلكون الأكسجين وsensitive to hypoxia، يعني تتحسس بشكل كبير إذا صار نقص بالأكسجين أو نقص بالدم إسكيميا. تتحسس معناه شنو؟ تفقد وظائفها، تدمر، لا ممكن يصير بها دمج، يعني كأنه ليجن إذا فقدت الأكسجين. من أكثر الستركتشرز الموجودة بالبرين اللي تتأثر بنقص الأكسجين. النيورال سيركتري بالبيزل جانجليا على نوعين، يعني إما direct excitatory يسموها excitatory pathway، وكو الثاني indirect أو inhibitory pathway. إذا أكو excitatory وكو inhibitory. النيوروترانسميتر عديدة مثل ما قلنا لكم، الدوبامين هو إكسايتاتري معروف عننا، it selectively excites the direct pathway. إذن شنو شغلته؟ يسوي إكسايتاشن للديركت باثوي، إذن هو بالنتيجة إكسايتاتري وبروموتس موفمنت، يعزز الموفمنت الحركة contraction، يعزز المسل تون وهكذا. الأسيتالكولين بهالمكان، الأسيتالكولين إنهيبيتري، شلون؟ لأنه إنهيبيتس ذا دايركت باثوي، إكسايز ذا إندايركت باثوي، وبذلك النتيجة النهائية هو إنهيبيتري. إذا الدوبامين إكسايتاتري والأسيتالكولين إنهيبيتري، وأيضا عندنا الإنهيبيتري جاما أمينوبيوتاريك أسيد معروف عنه إنهيبيتري، والجلوتاميت إكسايتاتري. هذه أهم نيورو ترانسميترز موجودة بهذه الجانجليون. فإذا صار over activity of the indirect pathway، يعني يصير inhibition زايد over activity لل indirect pathway، يعني زادت الانهيبيشن مالته، هنا شيء يصير باركنسون ديزيز. باركنسون ديزيز يتميز بالساينز مالته يسموها، يختصروها تراب، يعني تريمر، ريجيديتي، اكينيزيا، ان بوستشر انستابيليتي. هذه الصورة مميزة الحقيقة، لطيفة، معبرة جدا عن الشخص. عادة الشخص المريض يشوف كل هاي الصفات الموجودة بالصورة بالتريمر، يسموه بيل رولينج التريمر، يعني كأنه واحد ماسك لخرزة أو سبحة يسبح بها، الارتجاف مالت الإيد مالته يكون على هذا الشكل. هاي واحدة. الرجيديتي أغلب العضلات مالت الجسم متصلبة صعب تحريكها، وخصوصا الرجيديتي واضحة بالوجه، يعني هنا تختفي معالم الـ 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 الـ
بزمة أو الحزن أو أي شيء، معالم الأخرى تختفي، يعني يصير الوجه ما بي معالم، ما ممكن أنه تتعرف على هذا الشخص شنو شعوره بهذه اللحظة. فالإكسبريشن muscles of facial expression هنا rigidity واضحة عليهم. أكينيزيا بشكل عام بطء بالحركة لهذا الشخص، والبوستر مالته ستوبت، يعني هنا محدب مثل ما أشوف البوستر، أيضا إلى بوستر مميز. الأندر أكتيفيتي، هسه الأوفر أكتيفيتي مال الإنهبيتري سوانا صار باركنسون ديزيز. الأندر أكتيفيتي أوف إندركت باثوي، يعني إذا الإنهبيشن هالمرة أقل من الطبيعي، أقل من المطلوب، شو يصير؟ راح يصير هنا hyperkinetic disorder، يعني هنا تصير زيادة بالحركة وليس بطء بالحركة مثل ما كان بالباركنسون ديزيز، مثل من أمراض كثيرة نعددها أيضا بهذه المحاضرة أسماءها. واحدة منهم الهاميباليزمس، هاميباليزمس هنا الكونترالاترال سبتلمك نوكليس اللي قلنا عليها واحدة من البيزال جانجليا بها ليجن. هاميباليزمس يعني نص الجسم، أو يعني مثلا جهة من جهات يمنى أو يسرى حسب الليجن الموجودة، بس كونترالاترال تصير بها تقلصات، مثلا الايد يشمر الايد الى الامام بقوه، يرجعها بقوه بشكل غير طبيعي، مو الحركه الطبيعيه للايد عند المشي، فهذه يسموها الهاميباليزمس لانه جزء جهه واحده من الجسم. الهانتنجتون ديزيز او هانتنجتون كوريا، هذا ايضا مرض وراثي بهايبر كينيتيك ديزوردر، يعني بفرط بزياده بالحركه، الكوريا الرقاصي تصير المشي وكأنه رقص، وكثير من العضلات تتقلص بشكل غير طبيعي، يعني تقلصات مستمرة ومتتابعة بشكل غير أكيد غير مقصود، فهي مصحوبة بديمنشيا خلل وعدم. بالمناسبة هي احنا الساين والسيمتوم ليست ضمن يعني ضمن مجال الفيزيولوجي، لكن اللي يحب يطلع على هذه الأمراض أنصحكم مثل ما قلت لكم بالمحاضرة أنه تكتب هذا الاسم، هذا الديزيز كتبه على اليوتيوب حتى تشوف شخص مريض به وكيفية الحركات. ممكن مهما كان إحنا نوصف لك الحركة مو مثل ما تطلع عليها وتشوفها أمامك، فتكتب هانتنجتون ديزيز وتشوفها، تكتب مثلا كوريا وتشوف شنو معنى كوريا، إيش تكتب أتيتوسيز وهاميباليزمس وكل واحدة منهن وتشوفهن على اليوتيوب. Functions of basal ganglia، الوظائف الرئيسية للبيزال جانجليا هي معي. أولاً it controls length complex pattern of motor activity، يعني الوظائف الحركية اللي هي تحتاج skill معينة وتحتاج ترتيب معين بالحركة وتحتاج مهارات معينة، وهذه الحركات بمرور الوقت تكتسب ويقوم يؤديها الإنسان باستمرار، مثلا كيفية كتابة كلمة معينة، كيفية مثلا واحد انه يسوق بايسيكل مثلا، حركات يعني بها نوع من التراتبية، تراتب بالحركات مثلا، وايضا تحتاج دقة، مثلا واحد يدق له بسمار، هذا تدري البسمار انه مو فد عضلة واحدة تتحرك، انه تحرك الايد هذه بقياسات معينه بحيث تجي الهامر بالضبط، يعني المطرقه على البسمار والدقه، وهكذا كثير من الحركات اللي بيها اكثر من عضله تشتغل، هذه الحركات بيها نماذج حركيه معقده فمسؤوله عنها البيزل جانجليا، طبعا بالتعاون مع السيريبيلم. السيريبيلم بعد اكثر مقدره على القياسات ومقدرة على سرعة الحركات مثل ما نشوف إن شاء الله بهذه المحاضرة. إذن هذه أول وحدة motor activity اللي هي complex. ثانيا control of instinctive cognition of sequence of motor response، هنا الإدراك الحركي، يعني الوظيفة الحركية أكو بعض الحركات تكون لا إرادية غريزية يؤديها الإنسان، لكن مو عشوائية إنما بإدراك كامل للمعنى هذه الحركة وإلى نتائجها. شلون؟ يعني يضرب مثال، يقول مثلا الشخص يتعرض إلى خطر، يشوف أمامه حيوان خطير، حيوان مفترس يدنه يقترب له، التصرف المباشر
لازم يكون تصرف سريع وما يستهلك الكثير من التفكير، يعني ما يحتاج انه بسرعه يروح للسيريبرال كورتكس وتفكر شو مش راح تسوي، لا هو غريزيا مخزون داخل هذه السيركتري، ولذلك راح يتصرف مباشره، يستدير يشرد او يتسلق اذا اكو شجره قريبه، كل هذه الحركات اللي يؤديها حتى يتخلص غريزيا، يؤديها بشكل غريزي بشكل يعني كأنه ريفلكس يؤديها، لكن هو ريفلكس بإدراك كامل لمعنى الخطر اللي جاي له وإدراك كامل لمعنى التقلص العضلات اللي سواها حتى يخلصها من هذا الخطر. إذا كوجنيشن هو إدراك غريزي لهذا التسلسل الحركات العضلات اللي اشتغلت. ثالثا it controls the speed and scale of movement، يعني هنا ايضا مثل ما قلت لكم ايضا هنا السيريبلم اكثر دقه واكثر يعني قياس للمسافات وللسرع، ولكن البيزل جانجليا تشتغل على نفس الموضوع speed and scale of movement، يعني مقياس الحركه مقياس، يعني انت من تريد تكتب حرف معين حرف اي تكتبه على السبوره وتكتبه على الدفتر، هو تكتبه نفس الشيء بالحالتين، يعني السبوره ينكتب كبير الحجم ينقرأ أي، وعلى الورقة أيضا صغير لكن ينقرأ أي. ليش؟ لأنه مقياس الرسم مالته مضبوط، كل الأضلاع مال الحرف الأي مرسومة بشكل متناسق، فهذه المقاييس مالت الحركة تضبطها البيزل جانجليا. اللي عنده ليجن بجهة معينة من البيزل جانجليا هذه الجهة ما راح تضبط هذه القياسات، يعني إذا تطلب منه أن يرسم لك حرف أي الجهة اللي ما بها الليجن يرسمها كاملة وحرف مضبوط، الجهة المقابلة يعني إذا الجهة اليسرى الأخرى مثلا تكون صغيرة وأصلا هو لا يعتني بها الشخص ولا يهتم لها، وكذلك في نفس الوقت هو لما تطلب منه أداء حركات معينة يحرك الإيد أو الرجل اللي بالجهة ما بها شيء طبيعية، والجهة الثانية هي موجودة لكن هو ما يحس أنها موجودة فيهملها تماما، يسوي لها إغنورنس، يهمل الجهة الثانية أم الليجن. إذا مقياس وسرعة الحركات في جهة الليجن كلها راح تختفي، فمن تطلب منه أن يرسم لك صورة إلى شخص معين أيضا الجهة اللي كونترالاترال من الفيجوال فيلد راح يهملها تماما، يرسم لك جهة من الوجه مضبوطة والجهة الثانية صغيرة جدا وكأنه ما موجودة. هذه الثالثة. رابعا control of posture، بالنسبة للبيزل جانجليا أيضا الشارك، لكن مثل ما تعرفون البيزل جانجليا هنا inhibitory، نأكد أكثر مرة أنه inhibitory للمسل تون، فهي تسوي كنترول للبوستشر لوضع الجسم بشكل عام، الانتي جرافيتي ماسلز، و يعني تسوي لها انهبيشن هي للاكستنسر ماسلز، واذا تخلي الجسم بالتعاون مع بقيه الاكسترا بيراميدال تراكس تتعاون معهم حتى تسيطر لنا على الكنترول ذا بوستشر قامت الشخص وضع الجسم، بحيث يكون وضع الجسم ضمن قاعدة الاستناد والبالانس محفوظ، التوازن مال الجسم محفوظ. It inhibits muscle tone throughout the body مثل ما ذكرنا بالنقطة السابقة. It is inhibitory. هذه وظائفها الرئيسية الخمسة للبيزل الجانجليا. فد يضرب لك مثال بالملزمة لطيف جدا عن التعاون بين السيريبرال كورتكس والسيريبلم والبيزل جانجليا بأداء حركة معينة، انه البرايمري موتور كورتكس تعطي الاوردر بالحركة، لكن بعد ما تستشير البيزل جانجليا والسيريبلم ويعطوها التعليمات مالتهم للكورتكس، بعد ما يعطون التعليمات للكورتكس يؤدى الحركة، اذا هي قبل لا تؤدى الحركة يطور رأيهم البيزل جانجليا والسيريبلم بالقياسات المضبوطة وبالتوجيهات انه شلون يكون ترتيب الحركي، فيؤدي الحركة هنا رقم أربعة، تم أداء الحركة عن طريق يعني سواء الكرينيال نيرفز بالبرين ستيم أو السباينال نيرفز بالسباينال كورد يؤدون الحركة، وبعد أداء الحركة أيضا يصير كوركشن، يعني مرة أخرى مرة قبل الأداء الحركة
ومرة بعد أداء الحركة أيضا يطي رأي السيربلم يقول مضبوطة الحركة أو بها زيادة أو نقصان، ويبلغ البرايمري كورتكس حتى يصير تصحيح للمسار. يضرب لك مثال هنا يقول أنت مثلا فلاي نوز اتشز، يعني أنت تحكي بالخشم ويبين أنه أكو حشرة معينة ذبابة اجت على الأنف. فشنو المطلوب الآن؟ need to scratch nose، نحتاج أنه نسوي scratch للنوز مالتنا. يسأل البيزل جنجلية، تدور البيزل جنجلية، تطي النموذج الحركي المطلوب ردي جاهز، تطيه تقول له توكل على الله عن طريق التلمس، تقول له ابدأ بسكراتشنج يور نوز. الآن السيريبرال كورتكس أطت الأوامر أنه سكراتش ذا نوز. طبعا مثل ما قلنا لكم عن البرين ستام، يعني هنا الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز، يريد يحرك ايده وممكن انه يحتاج يحرك راسه حتى يقدر يحط خشمه بشكل صحيح. فهنا يؤدي الحركه وبنفس الوقت يعطي يستشير السيريبلم، يقول هل اديناها بشكل صحيح؟ هل يعني وصلنا للانف بصوره صحيحه ام تجاوزنا ابتعدنا اكثر او اقل وهكذا. اذا هنا السيريبلم يصحح المسار وعن طريق الثلمس يرجع مره اخرى الى السيريبرال كورتكس وتصحح وتتم الحركه بشكل صحيح. Disorders of function of basal ganglia، اذا صار بها disorder ايضا على نوعين. هذه disorders ممكن تكون hypokinetic، يعني زياده بالانهبيتري، هنا مو زياده بالاكسايتري، الانهبيتري يصير بزياده، شيء يصير مثل ما قلنا لكم هنا باركنسون ديزيز. فالليجن direct pathway، direct pathway يصير يتعطل ما يشتغل، فيبقى بس الاندركت، فيصير هنا البطء بالحركه ويصير الريجيديتي، فيصير هنا ديجنريشن للدوبامينرجيك نيورون. الدوبامينرجيك اللي هو انا مثل ما قلنا اكسايتاتري يروح، يصير بديجنريشن اللي هو النيورو ترانسميتر مال سبستانشيا نيجرا. وايضا قلت لكم هذه الامور الباثوفيزيولوجي ما محتاجها، تتكوم الليويز باديز بروتينات معينه داخل هذه الخلايا. ايضا الاسيتيل كولاين اكتيفيتي تصير بعد ما حد يقابلها تشتغل وحده، اذا الانهبيتري يبقى وحده يشتغل، مما يؤدي الى الانهبيتري باثوي يزيد على الموتور كورتكس. It is characterized by trap مثل ما قلنا، تريمر، ريجيديتي، اكينيزيا وبوستورال انستابيليتي. التريمر شفتوه كانه شخص يحرك خرزه معينه بين ايده. الريجيديتي على انواع، الانواع اللي موجوده بالباركنسون ديزيز هي ليد بايب. شنو ليد بايب؟ يعني كانه من تريد تحرك العضله تكون صلبه، صلابه انه قضيب من الرصاص، يعني صعب انه تتحرك ما بها رخاوه. او الريجيديتي من نوع اخر، من نوع الكوج ويل، يعني هذه العتلات المسننه، بالبدايه تعاني من معانده صلابه بالحركه وفجاه يصير ريليز بها، تتحرك شويه العضله تعطي مجال وترجع تتصلب مره ثانيه وهكذا. فانت كل شويه تحتاج حركه صلابه وبعدين رخاوه، بعدين صلابه بعدين رخاوه، هذه يسموها كوج ويل، وكأنه العتلة هذه المسننة بحركتها التدريجية على شكل متدرج. البوستشر از ستوب مثل ما قلنا، يعني عنده هنا انحناء بالقامة مالته. الهايبركينيتيك ديس اوردرز اللي هو الليجن بالاندركت باثوي، الاندركت انهبيشن ماكو، اذا انهبيشن ماكو فتصير العضلات بالعكس هالمرة تتحرك اكثر من اللازم. فمثلا الهاميبالزمس مثل ما قلنا لكم، violent projectile movement of limb، يعني الايد تقوم تتحرك الى الامام والى الخلف بشكل اكثر من الطبيعي، يشمرها لقدام ويرجع يشمرها لورا، هذه اثناء مش جهه واحده، هاميبالزمس جهه واحده، جهه المقابله للليجن، contralateral للليجن. كوريا ايضا المشي يصير وكانه رقص، وكثير مثلا يحرك ايده او يحرك رجله او الكثير من الاماكن بالجسم، وحده منهم او اكثر من وحده من هذه الاورجنز تتحرك بشكل جيركي مفاجئ وسريع وغير طبيعي. الاثيتوسيس سبونتينيوس اند اوفن كونتينيوس رايدنج، حركات التوائيه، يعني شلون مثلا الايد تلتوي بالمقلوب او الاصابع وحده تصعد فوق الثانيه وبشكل مستمر.
الايد او الارم او حتى انك يعني ممكن انه شايل راسه، رقبته شايله، شايل الراس الى الاعلى بشكل كانه مشنج وهكذا. فهذه مثل ما قلت لكم تشوفون هالصور او الفيديوهات على اليوتيوب حتى تصير اوضح لكم. ويلسون ديزيز هذا مرض تجمع به النحاس في الكبد وفي البيزال جانجليا بسبب نقص السيرولابلازمين، ايضا يمتاز بالديستونيا والتريمر. واكد مره اخرى ممكن تشوفون هذه الاعراض تشوفوها على اليوتيوب. ديستونيا هو انكريز وسستين مسل كونتراكشن، زياده بتقلص العضلات اللي هو دائم مستمر وكانه بدون حتى ريلاكسيشن، يصير تويستنج بالترانك، الجذع هالمره مو الايد او الاصابع اللي هي بها التواء، الجذع يعني حتى وقفه الشخص تصير مو طبيعيه بالتواء الجذع الى اليمين او الى اليسار وهكذا. واب نورمال بوستشر. الان نتكلم عن السيريبلم. السيريبلم ايضا وكانه عده وظائف قريبه من البيزال جانجليا، ولكن السيريبلم مسؤول عن الحركات السريعه جدا، يعني عده القابليه على اداء الحركات السريعه جدا، يحفظها الذاكره الحركيه مالته، بالاضافه الى وظائف اخرى مثل يعني التنبؤ وغيرها مثل ما نشوف بهذه السلايدات القادمه. It regulates movement and posture وانفلونس muscle tone, eye movement and balance. جيد، اذا وظيفته حركيه. It controls rapid muscular activities، يعني الشغلات اللي تحتاج سرعه، شخص يركض الركض اللي هو مثل العداء يحتاج انه تتابع الاقدام مالته، السيقان مالته بشكل سريع جدا ومنظم. تايبنج طباعه، لما الشخص يريد يطبع اكو ناس يعرفون الطباعه بعشرة صادر، يعني يطبع بسرعه جدا وخلال لحظات ويكمل لك اسطر كثيره. هذه التتابع الحركي ايضا ينظم السيريبلم. البلاينج بيانو اللي يعزف، العازف ايضا احيانا معزوفات سريعه جدا ويصعد وينزل على السلم الموسيقي، فيحتاج انه تراتبيه لهذه الحركات وسرعه، سرعه بالاداء. توكينج الكلام او حتى اللعب، مثلا لعب كره السله وغيرها من الالعاب اللي تحتاج سرعه باداء الحركه مالتها. It has multiple inputs. السيريبلم تجي اكثر من انبوت من اكثر من مكان مثل ما نشوف ان شاء الله. هنا اذا هو ينقسم الى سباينو سيريبلم، سيريبرو سيريبلم، وستيبيلو سيريبلم. من اسمائهم مبينين هذا السباينو سيريبلم اللي صاير ماخذ اكثر شيء الميديال سايد مالته. بي سباينال انبوتس اللاترال هذا بارت اوف سيريبلم من الجهتين. السيريبرو سيريبلم تجي من البونس، يعني البونس اكيد جايبته من الهاير سنترز من السيريبرال كورتكس والسب كورتيكال ستراكشرز القريبه عليها. الفستيبيولو سيريبلم هذا جاي من الفستيبيولر نيوكلياي مثل ما ذكرنا بالمحاضره السابقه. هو ياخذ هذه الانبوتس واكيد راح يطلع الاوتبوت مالته من النيوكلياي، اكو بداخله ديب نيوكلياي لها عده مسميات، الفاسجيجيال نيوكلياس، الامبوليفورم، دنتيت نيوكلياس، جلوبوس. اذني الديب سيريبلر نيوكلياي يطلع الاوتبوت منها النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه السيريبلم تعرفوه اما اكسايتاتري او انهبيتري. هو اكسايتاتري بشكل دائمي، ولكن عندما ينعدم الاكسايتيشن لما ما يطلع اعازات مالته هذه تعتبر انهبيتري للموفمنت. فباكثر من تراكس ميديال ولاترال وينزل الى السباينال كورد حتى يسوي موتر اكسكيوشن. اذا هذا مختصر وظيفته الحركيه. هذه الدوائر الكهربائيه اكد اكثر من مره انه حاول تعطي فكره عن التعقيد الموجود بالسيريبلم. عندنا كلايمينج فايبرز وعندنا موسي فايبرز، هذه الفايبرز الرئيسيه اللي داخله للسيريبلم. هذول اثنيناتهم اكسايتاتري للديب نيوكلياي. حكينا عنهم انه دنتيت وجلوبوس نيوكلياي، ذن الديب سيريبلم والفاستيجيال والامبوليفون. هذول الفايبرز من يصعدون يعطون كولاترال هم اكسايتاتري للديب نيوكلياس، لكن شوفوا من يصعدون الى السيريبلر كورتكس. بس بالكورتكس اوف سيريبلم راح يكون خمس انواع من الخلايا: جرانيول وجولجي
وباسكت وبيركنجي وستيليت. الموسي فايبرز هم اكسايتاتوري للجرانيول والجولجي. الكلايمبنج فايبرز هم اكسايتاتوري للبيركنجي. نكمل نرجع مره ثانيه. الجولجي سيل انهبيتوري للجرانيول. الجرانيول اكسايتاتوري للكل، هي تعطي فايبرز هاي الجرانيول سيل بالسيريبلر كورتكس، بالكورتكس اوف سيريبلم، اسمها بارالل فايبرز. اذا هذا النوع الثالث من الفايبرز. هذه البارالل فايبرز اكسايتاتوري لكل بقيه النيوكليات السيلز، فاكسايتاتوري للجولجي وللباسكت وللبيركنجي وللستيليت. الان الستيليت والباسكت انهبيتوري للبيركنجي، واخيرا البيركنجي انهبيتوري للديب نيوكلياي، وهذه النتيجه النهائيه. فالنتيجه النهائيه ملخص هذا الكلام، هذه الدائره اللي هي معقده، ما مو من السهولة أن واحد يحفظ ياهو اكسايتاتري وياهو انهبيتري. النتيجة النهائية هو اكسايتيشن للبرين ستيم والموتور كورتكس، ولكن عند الحاجة أنه ممكن تنعكس بعض هذه الدوائر الكهربائية فيزيد الانهبيشن يصير انهبيتري للبرين ستيم والموتور كورتكس. ولذلك بشكل عام احنا نقول السيريبلم is either excitatory or inhibitory to the muscle tone. The main function of cerebellum. أولا planning, programming, timing. يعني نفس كأنه نفس الكلام اللي حكيناه بالبيزال جانجليا. Of sequential pattern اللي هو النموذج التراتبي للموتور activities. لكن أهم صفة به هو السرعة. السرعة، إذا ينضاف للسرعة والتنبؤ ينضاف على البيزل جانجليا. إذا صار disorder هذه التراتبية بالحركات تروح، يعني الشخص يقوم يقدر يؤدي الحركة لكن ما يؤديها بالترتيب المطلوب من عنده، بالترتيب يعني نفس الترتيب تريد هذه الحركة وبعدها بتقلب الإيد مثلا أو نوب ترجع ترجع الإيد ونوب تقلبها، هذه الحركة إذا يؤديها بشكل سريع ما يقدر يؤديها، يصير دايادوكو كينيزيا، يعني يصير اضطراب بالتراتب الحركي، تراتب للحركات. إذا الشغلين من نطق أيضا اضطراب بالتراتب بالنطق، this artery أيضا النطق هنا يصير مو طبيعي، كأنه يقدم حرف على حرف أو صعوبة أصلا هو بلفظ الحرف الواحد، وهكذا. إذا هذا أولا تضيع التراتبية بالحركات إذا كانت الحركات سريعة. It monitors يعني هنا يراقب ويقيم ويقارن compare and makes corrective ويصحح. إذا يراقب ويصحح مثل ما شفنا قبل شوية، قلنا نريد أنه scratch nose، هذا scratch nose إذا أكثر أو أقل لازم يصحح ويعيد الحركة، فيسوي adjustment بالموتور activities اللي تسويها بقية البرين parts. فإذا صار disorder، إذا صار disorder بالcerebellum يصير dysmetria. ديسمتريا يعني شنو؟ ديسمتريا متري يعني قياس، ديسمتريا اضطراب القياسات، يعني الحركة انت تمد ايدك تريد تاخذ لك جلاس ماي شربه تقلب الجلاس، ليش؟ لانه حرك ايدك باتجاه مطي مقياس رسم مقياس سرعة بالحركة ابعد انه من المكان المطلوب، فعبرت التارجت. او بالعكس، بالعكس يعني تطي اقل من المطلوب فتصير توصل للجلاس قبل المكان الصحيح، تريد تعدل الشغلة، تريد تعدل الوضع انه شفته اقل اعطيته امر ابعد ايضا راح قلب الجلاس، وهكذا. فهي ديسمتري اضطراب بالقياسات مال اداء الحركه المعينه. وبالنتيجه طبعا هذه البريدكتيف فانكشن مالت السيريبلم يعني التخمينيه، وظيفه تخمينيه يقدر المسافه بالضبط. انا قال لكم حتى بالمحاضره انه الشخص مثلا سائق يريد يمشي بسيارته يسوق، يريد يجتاز لسيارة قدامه، ينظر نظرة واحدة يشوف يقدر المسافة إما يجتاز أو يرجع، هذه هي نظرة واحدة، لكن هذه كلها قياسات داخل السيريبلم، قاسها شاف سرعة السيارة مالتك، سرعة السيارة القادمة، كلها قياسات وعمليات رياضية حسبها، وأخيرا خمن أنه أنت ما تقدر تستدير فأجل الأداء مالت هذه الحركة. هنا التخمين مهم جدا، فإذا صار خلل بالمقدرة هذه التخمينية فراح مثل ما قلت لكم يصير ديسمتريا، إما يكون أبعد من المكان المطلوب فيسحب إيده، يسحب إيده،
صار من سحب ايده اقرب واقل من المطلوب، رجع الدفع ايده، فهذه الروحه والرجعه مالت الايد اكثر من مره تعتبر تريمر، ايضا ارتجاف بالحركه. فتلقاه من يريد يقدم ايده على الجلاس ترجف ايده الى ان يريد يلزم الجلاس، ليش؟ لانه رايحه راجعه رايحه راجعه اكثر من مره، يسمونه انتنشن تريمر، ان هذا التريمر الارتجاف، انه ارتجاف النيه، نيه الحركه اما اكثر او اقل من اللازم، وبالنتيجه يصير هذا الارتجاف. كنترول اوف مسل سبندل ايضا الى كنترول السيريبلم على المسل سبندل والمسل تون. فاذا صار هنا ديس اوردر بالهذا بالسيريبلم راح يصير ريباوند. شنو ريباوند؟ اللي هو هذا يسمونه نيجاتيف ستريتش ريفلكس، ما راح يشتغل عنده. النيجاتيف ستريتش ريفلكس لما انت تسوي تعطي لود على ايدك على عضله معينه وبعدين تحرر هذا اللود توخره، فشي يصير؟ العضله راح يصير التقلص مالتها مقابل ماكو لود، فراح تتحرك بشكل سريع بالاتجاه المعاكس. هنا النيجاتيف ستريتش ريفلكس يوقفها، ما يخليها تتحرك بالاتجاه المعاكس اكثر من اللازم. فهذا النيجاتيف ستريتش ريفلكس اذا السيريبلم بي ديس اوردر ما راح يشتغل. وبذلك مثلا انت اذا سويت ريليز اوف ذا لود، الايد راح تبقى مستمره بحركتها. واذا فرضا انت كان واحد لازم ايدك وبعدين هد ايدك، انت راح تتحرك ايدك وتلطم وجهك، فهنا يصير ريباوند. هذا يسمونه ريباوند اذا صار ديس اوردر بالسيريبلم. كنترول اوف باليستيك موفمنت، هنا الحركات الباليستيه معناه الحركات اللي سريعه جدا، مثل ما قلنا لكم العازف الموسيقي اللي عنده عزف سريع، الطابعه اللي تعطي الطابعه، وهكذا هذه الباليستيك موفمنت. كنترول اوف اكويليبريم او بوستورال ريفلكس، الريفلكس المسؤول عن الاكويليبريم انا اسمونه بوستورال ريفلكس، هو ريفلكس حاله حال اي ريفلكس اخر بالجسم، بي ايضا انبوت وبي اوتبوت، وظيفته to support the head and body against the gravity through anti-gravity reflexes. شغلته الرئيسية أولا أنه يسند الجسم، الرأس والجسم ضد الجرافيتي حتى تصير upright. ثانيا حتى يبقى الجسم كله ضمن قاعدة استناده، قاعدة استناده، لأنه إذا مال إلى أحد الجهتين راح يوقع، فلازم تبقى الثقل مال الجسم ضمن قاعدة الاستناد. To provide a stable، هذه الوظيفة الثالثة بعد ما لها علاقة بالقامة نفسها، إنما يوفر stable background للحركة، يعني مثل ما قال لكم أكثر من مرة إنه إذا أريد أني أكتب على الصبورة، صح أني العضلات اللي تشتغل هي إصابعي وإيدي، لكن إصابعي وإيدي لازم تستند إلى جذع ثابت، فالsupporting parts of the body لازم تكون ثابتة حتى يقدر يؤدي الحركة بالشكل البوزيشنينج الصحيح. الريفلكس اك مال بوستشر شنو؟ الافرنت منين يجي؟ من كثير من الاماكن الحسيه، الافرنت مال البوستشر، يعني انت البوستشر ريفلكس اول شنو معناه؟ معناه انت واقف ويجي اي شخص يحركك فجاه او اي سبب يخليك تتحرك، انت شو تسوي؟ ترجع مره ثانيه وتوقف وتحفظ القامه مالتك وتحفظ التوازن مالتك بالشكل الصحيح، هذا يسمونه بوستشر ريفلكس. الافرنت مالته منين يجيك؟ يجي من المسل سبندل للجولجي تندن، دول كلهم يبلغوك انه اكو ترى اختلال بالتوازن راح يحدث. من العيون، العينك ايضا تشوف ما حولك وتعرف وضع الجسم، وضع الراس، فيستيبولار اباراتس، الجهاز التوازن بالاذن الداخليه، الانر اير بريشر ريسبتر الموجوده بالاسفل القدم، هذه البريشر ريسبترز هي متوزع عليها الضغط لما انت واقف بشكل صحيح. ولكن لما يصير اختلال بالتوازن راح مكان بيها يصير اكثر من الثاني البريشر بيه، معناه شنو؟ معناه انت اكو فد شيء راح يدفعك بهذا الاتجاه بحيث زاد الضغط على هذه الجهه وخف على الجهه الثانيه، ايضا هذا يعتبر نوع من الانبوت. ان اون ذا بودي وول، حتى على الجسم يعني بشكل عام، سطح الجسم كله بريسبترات وبروبريوسبترز تدل على وضع هذه الاعضاء. إذن هذا الأفرنت. الانتجريتنج وين موجود؟ بالبرين ستم والسباينال كورد، كل يعني كل الريفلكسز موجود، هذا الانتجريتنج سنتر مالتها يعني الانتر نيورونز مالتها موجوده بهذول المكانين. افرنت باث واي، هنا الافرنت لانه بي كومبوننت هو النوبل الصادر، هنا الفا موتور نيورون اللي يروح يحرك العضلات
بالاتجاه اللي يعيد التوازن إلى وضعه الطبيعي. بالمناسبة يتكلم أيضا عن الموشن سيكنس اللي هو شنو؟ الاضطراب اللي يصير بين المعلومات اللي قادمة إلى البرين. البرين تجي معلومات أحيانا صحيحة، أحيانا تجي معلومات متضاربة. مثلا إذا أنت في حالة سفر مثلا بالقطار أو بالسيارة أو حتى بالسفينة بأي وسيلة سفر، المعلومات اللي السيرب الفستيبولار أباراتس يعطيها لك أنه أنت قاعد في حالة سكون، أنت قاعد في السيارة تتحرك، فهو الجسم نفسه الجسم الرأس الجسم ثابت، ولذلك المعلومات اللي يعطيها الفستيبولار أباراتس أنه عندنا حالة سكون ماكو حالة حركة. العين تعطي معلومات مغايرة، تقول للعين هذه الأشياء الأجسام حولي تتحرك وتتحرك بسرعة، إذا نحن في حالة تغير مستمر بالجسم، مكان الجسم الحركة مستمرة، فيصير تضارب contradiction، معلومات متضاربة توصل للبرين، واحد يقول له أكو حركة واحد يقول له ماكو، فهذا التضارب يحفز لنا vomiting center بالبرين ستم ويسوي vomiting عند بعض الناس، هاي يسموه motion sickness. Signs of lesions of upper motor neuron and lower. شنو يعني شلون نفرق بالليجن اللي صايرة بالأبر موتور نيورون عن اللور موتور نيورون؟ بالنسبة للأبر موتور نيورون يصير ويكنس بالكورتيكوس فاينال ديستريبيوشن، يعني ويكنس بالحركات اللي يزودها الكورتيكو سباينال تراكت، مثلا شولدر ابدكشن، تعرفون ابدكشن يعني تباعد حزام الكتف، او فينجر موفمنت، او هيب فليكشن، او تو دورس فليكشن يعني حركة الاصبع القدم بالاتجاه الدورسال سايد، هنا تو يسمونه الدورس فليكشن، واكو بلانتر فليكشن، فهنا بعض الحركات هذه يصير بها ويكنس. هاي اولا. ثانيا سباستيك انكريز ان ماسل تون، مثل ما قلنا لكم سابقا الابر موتور نيورون من يصير بجلطه معينه يصير سباستيسيتي عاده، لانه راح يصير يفقد شنو الانهبيشن على الماسل تون، يبقى يشتغل بس الاكسايتيشن، فهنا يصير سباستيسيتي سبازم تصلب بهذه العضلات. انكريس ستريتش ريفلكس، ستريتش ريفلكس تزيد هنا على العضلات، لانه الليجن اللي صايره مثل ما قلت لكم اثرت على الانهبيتري اكثر، وبقى بس يشتغل الاكسايتيتري. اكستنسر بلانتر ريسبونس بابينسكي ساين، هذا البابينسكي ساين من يجي شخص ويسوي سكراتش على باطن القدم للشخص الطبيعي، هذه الحركة مالته هذه على جهة اليسار، هذه الحركة الطبيعية، يعني يصير شنو بلانتر فليكشن، هذا يسمون الحركة بلانتر فليكشن، يحرك الأصبع باتجاه البلانت يعني بلانتار سنانة باتجاه باطن القدم، هذا الطبيعي. أما الشخص اللي عنده ليجن أبر موتور نيورون ليجن راح يصير يحرك الاصبع بالاتجاه المعاكس يسمونه دورسي فليكشن، هذا الدورسي فليكشن يسموه بابينسكي ساين. فالشخص اللي عنده جلطه او عنده هارت ستروك مباشره بالطوارئ يسووا له هذا واحد من الفحص المشهور انه يسوون له البابينسكي ساين، يسووا له سكراتش، فاذا حرك اصابعه بهذه الطريقه معناه عنده ابر موتور نيورون ليجن. اللور موتور نيورون طبعا اكو بعد نقطه هي بالابر ساينز اوف ابر موتور نيورون ليجن، انه هنا ماكو اتروفي مصل اتروفي، ماكو مصل اتروفي، لانه هو بالحقيقه ما مقطوع العصب عن العضله، فالعضله تبقى تشتغل وما بها اتروفي، يسمونها ديسيوز اتروفي، ما موجود. هذه النقطه الاخيره. Signs of lesion of lower motor neuron. Lower motor neuron يعني آخر عصب اللي رايح للعضلة إذا صار بليجن، كأنه مثلا poliomyelitis شلل الأطفال، اللي شنو هذا اللي هو يصير فيروس يقوم بتآكل للventral horn اللي تطلع من عند lower motor neuron مال spinal cord، الفيروس يأكل هذا الهورن وبذلك يحطم الأعصاب اللي رايحة للعضلات. هذا شنو السايز مالتها؟ ويكنس او باراليسيس للمصل. طبعا العضله هنا هالمره مو سباستيسيتي، ايضا اصلا ماكو عصب يوصل لها يحركها، فيصير بها باراليسيس.
loss of tone on passive movement يعني يصير flaccidity مو rigidity، يصير هنا ماكو muscle tone. ليش؟ لأنه مو بس الألفا موتور نيورون صار بيه ليجن، الألفا والجاما، فالألفا سبب لنا paralysis من راح، والجاما سوى لنا flaccidity رخاوة بالعضلات هذه بشكل عام. الريفلكس absence of reflex، لأنه الريفلكس إحنا مثل ما تعرفون افرنت وإفرنت هاي كلها أعصاب، هي lower motor neuron، فإذا lower motor neuron صار بي ليجن الريفلكس راح تختفي. normal flexor plantar من يسوي بابينسكي ساين تطلع نيجاتيف. ليش؟ لأنه ما له علاقة بعد هنا هذا الريفلكس بعد، اذا الا اذا الريفلكس ارك مالته، اذا الا اذا الاعصاب نفسها المشموله اللي رايحه للاصبع بها ليجن راح هنا راح يصير بوزيتيف بابينسكي ساين، والا عكس ذلك اذا العضلات هذه ما مشموله انما الباراليسيس في عضلات اخرى غير عضله الاصبع، فالاصبع يبقى يشتغل ويسوي البلانتر ريفلكشن الطبيعي مالته. مصل أتروفي يصير بعد العضلة إذا ما استخدمت، أي عضلة بالجسم إذا ما نستخدمها يصير أتروفي بها ضمور، تضمر تصغر تماما، يسمونها ديسيوز أتروفي. أبنورمال إلكتريكال إكسايتابيليتي، هنا من الليجن باللور موتور نيورون نتودي على الإي أم جي فحص تخطيط الأعصاب والعضلات تلاقي أبنورمال. ليش؟ لأنه الليجن هالمرة صابت العصب نفسه وصابت العضلة نفسها، في التخطيط الأعصاب والعضلات يصير abnormal من تودي على الإي أم جي، بينما بالمالت الأبر موتور نيورونز ما لها علاقة ومن تفحص تخطيط الأعصاب والعضلات طبيعي. فهنا تلقى بيها fibrillation وفاسيكوليشن. شنو fibrillation؟ يعني فايبر معين بالعضلة فقط يتقلص مو العضلة كلها، أو حزمة من العضلة فقط تتقلص، هذه يسمونها fibrillation أو fascicle fasciculation. الإكسترا بيراميدال هسه إذا وحد الإكسترا بيراميدال يعني مو الديركت بيراميدال تراكس، الإكسترا بيراميدال وخلي أقربها لكم نذكركم بالبيزل جانجليا. البيزل جانجليا هي إكسترا بيراميدال، أي شيء تتوقعه كان بالبيزل جانجليا من يصير بها اضطراب تتوقعه هنا راح نشوفه بالساينز أوف ذا ليجن. يعني أولا ماكو باراليسيس لكن أكو سلونس مثل ما قلنا، أكو أكينيزيا، أكونيزيا slowness of movement with changes in facial expression، هاي الرجيديتي اللي حكينا عنها يعني تعابير الوجه تكون جامدة. loss of opposite stereotype movement يعني الحركات المعاكسة الopposite من جهة ثانية contralateral هنا راح تنفقد. مثلا swinging of the arm يعني هذه يسمونها ستيريوتايب، انت من تمشي هذا ستيريوتايب موفمنت، تحتاج تحرك ايدك اليمنى ورجلك اليمنى، وبالمقابل ترجع ايدك اليسرى ورجلك اليسرى، العفو ايدك اليسرى اليمنى ورجلك اليسرى، وهذه حركات المشي المتعارفه. هذه الحركات راح ايضا تختفي، يعني راح تتاثر باعتبار هذا من المسؤول عنها الستيريوتايب موفمنت، مسؤول عنها الاكسترا بيراميدر. فيقوم الشخص من يمشي بدون ما يحرك ايديه، خصوصا الايد اللي هي كونترالاترال تكون جامده ما تتحرك، ما بيها سوينجينج يعني ما تتمرجح روحه رجعه. مسل تون ماي بي انكريز اور ديكريز حسب الكونديشن، فاذا الكونديشن بالدايركت اور انديركت هذا راح يختلف مثل ما شفتوا، ممكن تكون هايبرتوني او هايبوتوني. الهايبرتوني اوف اكسترا بيراميدال تايب افكتس بوث جرافيتي اند انتي جرافيتي مسلز، يعني يصير نوع من الريجيديتي هنا. Presence of involuntary movements اللي عددنا بعضهن موجودات بالبيزل جانجليا، يعني اكو تريمر، اكو كوريا، اكو اثيتوسيس. للتذكير دائما انه من نحكي على ليجن بالاكسترا بيراميدال سيستم نتذكر البيزل جانجليا وكل الاشياء اللي صارت بالبيزل جانجليا بالليجن مال البيزل جانجليا ممكن تتوقعها انه تصير هنا. اخر شيء بمحاضرتنا نتكلم عن البري فرونتال كورتكس اللي هي يسموها frontal association cortex. بالنسبة لهذه الكورتكس هي متطورة جدا عند البشر، عند الإنسان باعتبار أرقى المخلوقات، وهذه وظائفها هي تأهل الإنسان أنه يكون مسؤول عن تصرفات. فأولا هذه prefrontal cortex control types of behavior that should be followed for each social or physical situation،
إذا بعد الشغلة هنا مو شغلة فقط مثل ما سوى السيريبيلم أو سوت البيزل جانجليا، تقول لك هاي العضلات وترتب لك إياها وتقيس لك إياها وتقول لك أدي هذه الحركة، فقط هي تعطيك معلومة عن كيفية أداء الحركة والسرعة والقياسات، كل هذه تعطيكها السيريبيلم. أما هنا لا، هنا البريفرونتال كورتكس تقول لك في هذا الوضع في هذا المكان يصير تأدي الحركة الفلانية، لكن في وضع آخر ما يجوز، ما يصير تأدي هذه الحركة. إذا أكو فد موانع اجتماعية، موانع حتى فيزيكال طبيعية. يعني أنت السيريبيلم ممكن يقول لك أنا راح أقيس لك الحركة، حرك نفسك باتجاه الأمام نصف متر إلى الأمام، ويعطيك كل العضلات المسؤولة ويقول لك رجلك ورا هلقة الثانية راح تكون بالمكان الفلاني، هذا السيريبيلم. أما البريفرونتال كورتكس تقول لك توقف، شو تسوي أنت إذا حركت نفسك نص متر راح توقع بهاي الحفرة وتموت. إذا هذه فيزيكال سيتويشن يمنع الحركة. إذا هذه وظيفة البريفرونتال كورتكس، أولا هي شو تسوي لك، تخلي سلوكك اللي تتبعه مع كل حالة من الحالات، يعني لكل مقام مقال. اثنين، it prevents distractibility، يعني الشرود الذهني تمنعه، يعني الشرود هو عدم المقدرة على التركيز، inability to concentrate from a sequence of thoughts. إذا عندك مجموعة من الأفكار، البريفرونتال كورتكس تركز فكرك على أهم شيء من هذه الأشياء اللي أنت لازم تتابعها. يعني إذا مثلا الأستاذ مالتك يشرح وأنت في نفس الوقت أكو عصافير خارج القاعة أو فد حالة خارج القاعة أو حتى في داخل القاعة تلفت انتباهك، وأنت ما تريد، أنت تريد تبقى مركز وتشوف الأستاذ، مجموعة الأفكار هذه من اللي يحدد أنت إما تنتبه؟ البريفرونتال كورتكس تقول أنت إذا تريد التركيز هذه طريقة التركيز، وتمنع شرودك الذهني وتفكيرك بأمور أخرى غير الشيء الرئيسي. Elaboration of thought يعني إعمال الفكر، هنا أنا التفكير. البريفرونتال كورتكس مسؤول عن التفكير، يعني شنو التفكير؟ زيادة العمق والابستراكت، التجرد ابستراكتنس، التجرد يعني تخلي نفسك فقط ضمن هذه المجموعة من الأفكار مركز على الفكرة الرئيسية. نفس النقطة اللي قبلها تقريبا، أنه يمنع الشرود، فيمنع الشرود ويزيد التركيز والتجرد. abstractness يعني التجرد. الإلابوريشن هذا التجرد شي يفيدنا؟ يفيدنا انه بروجنوستيكيت، يعني توقع ما يحدث مستقبلا، يعني هذا عملنا اذا سويناه ايش راح يصير لنا بالمستقبل، هل راح نكافئ، هل راح نعاقب، هل راح نتاذى، راح نفرح نحزن، وكل هذه تعتبر دوافع للعمل مالتك انه تسويه او ما تسويه. وبلان فور فيوتشر، وتفيدك البريفرونتال كورتكس انه تخطط للمستقبل. ات ديليز ذا اكشنز، يتاخر لك الريسبونس اللي انه ممكن تاديه في حاله معينه الى ان تقيسه، تو بي كان بي ويد. شنو ويد؟ يعني توزن بدماغك بذهنك، توزن العمل اللي تريد تاديه هل هو صحيح قبل لا تاديه، او انت هل هو صحيح في هذه اللحظه، ام انت تنتظر best course of response to be decided، يعني تنتظر فتره معينه، مو هسه، فد ورا دقيقه، ورا ساعه، ورا يوم، يلا اادي هذا الشيء انه اسويه، لكن الوقت الصحيح اللي اسوي هذا العمل به. consider consequences of motor action even before these are performed، يعني مثل ما قلت لكم ايضا ضمن نطاق التنبؤ، يعني نتائج العمل اللي تقوم بها تريد تقوم بها واللي قدام حاسبها، حاسب نتائجها وشنو ممكن اذيتها عليك او فائدتها لك. solve complicated mathematical or legal or philosophical problems، تحل مشاكل، مسائل رياضيه او شرعيه او قانونيه او فلسفيه، هي المسؤوله عن المنطق، هذه البريفرونتال كورتكس. بالنسبة للطبيب، هذه النقطة اللي الطبيب يقول يجمع كل الأعراض، كل الطرق مالت المعلومة حتى يشخص مرض معين، أيضا هم بيستخدم البريفرونتال كورتكس مالته. Control activities in accord with moral laws، يعني هنا يبدي
يسيطر على نشاطاته وأفعاله حسب القواعد الأخلاقية. يختصرها يقول قواعد أخلاقية حتى يعني اللي هي تجمع كثير من الأمور. هذه القواعد ممكن تكون شرعية يعني دينية، ممكن تكون قانونية، ممكن تكون رسمية أو حسب يعني حسب مثلا قانون معين، حسب حتى عشائرية عرفية وهكذا. كل هذه قواعد يسموها أخلاقية. إذا البريفرونتال كورتكس هي تخلي أعمالك تكون متطابقة متوافقة accord with moral laws، مع القواعد الأخلاقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.